والدكتورة تجيب لنا السؤال عن نن أسيرشن بهيش طريقة، مثلا تقول لك أريد جملة هي نن أسيرشن غير مؤكدة، وانتروغاتيف تكون استفهامية، وتكون بوزيتيف ما بها نفي. أنا انطيتها هاي الجملة، أولا انتروغاتيف لازم أقدم فعل مساعد على الفاعل، ونن أسيرشن هي أكيد لأن انتروغاتيف هي راح تصير نن أسيرشن. Have you finished the exam yet؟ ما بها نفي يعني بوزيتيف، إذن هيك هاي راح تجيب لك بهيش طريقة. عندنا موضوع حلم يعني مهم تركز عليه دائما الدكتورة، element of sentences، العناصر مال الجمل. من ايش تتكون عناصر الجمل؟ اولا تتكون من الفيرب، والفيرب الى انواع، اللي هو الفاينايت الفعل الرئيسي بالجملة اللي احنا نستخدمه، والنون فاينات اللي هو اللي ما نستخدمه كصفة او كاسم، اللي هو ما يظهر انه not showing، ما يظهر انه لا تنس الزمن. يعني شنو التنس الزمن؟ يعني ما له علاقة بالفعل الرئيسي، يعني ما يظهر الماضي والمضارع والمستقبل، لا بس يكون كصفة، مجرد صفة. ولا يظهر المود، يعني الشكل الجملة ما يظهرها، مو مثل الفعل الرئيسي الفاينايت. يعني الفعل الرئيسي ما هو الاز والار او المين فيرب، هذا يعطيك الزمن التنس والمود والاسبكت الجانب والهيئة والشكل والتصريف، كله يعطيك اياه. عندنا هاي جمل تطيش هيك جمل بالأسئلة وتقول لك طيني كل واحد هو شنو. مثلا ماري هو subject، هذا عدش الwanted هو verb، الverb الfinite، الفاينايت يعني مو النون فاينايت، الفاينايت يعني الرئيسي. to be هذا النون فاينايت، شوف هذا verb لكن هو نون فاينايت، ليش؟ يعني هو هذا الفعل الرئيسي، ماكو جملة بها فعلين رئيسيين. يعني هذا شنو جاي من حطت لك براكتس هنا، يعني هذا شنو؟ هذا دايركت اوبجكت مفعول به مباشر، النون فاينايت لان يجي شنو؟ يجي هنا توصيف للستودنت، فهنا فاعل فعل، وهنا نون فاينايت تو بي. مرات هي تقول لك اعطيني جمله بها نون فاينات، اكتبي لها ماري وونتد تو بي، وترجي النون فاينات مرات مفعول به، مثل ايه هذا مفعول به جاي الفاينايت. مرات تريد ادفيرب، مرات تريد كفاعل، مثلا سينج ذا كراود. هنا عندنا ستودنت هو مكمل للفاعل، مكمل للفاعل اللي هو ماري. هو منو راح يصير ستودنت؟ تو بي لتكون ستودنت طالبه هي ماري. وعندنا at the university في الجامعة اللي هو adverb، وهاي الجملة كليتها من هنا، من هذا البراكتس إلى هذا البراكتس، هذن كليتين جايات شنو؟ في محل مفعول به، جايات كdirect object. يعني إذا تطيش هيك جملة بالامتحان تقولش حطي لي line جوا الdirect object، تجين من to be جري خط كليته تكتبين عليه دايركت اوبجكت، وهذا السبجكت وهذا الفيرب. عندنا هنا كيرفولي، هنا جاي هذا ادفيرب، سيرشينج هذا فيرب، ذا روم هاي الغرفه هذا المفعول به، وهاي كلها براكتس جايه. هاي الجمله كليتها جايه، هاي مو الجمله الرئيسيه، هاي الجمله الثانويه، هاي كليتها الجملة جاية كظرف حال. ليش؟ لأن عندي هنا فارزة، إذا تطيت جملة بالبداية وراها فارزة عرفي إنه هذا كلها adverb، هاي كليتها adverb. وين الجملة الرئيسية اللي جاية ورا الفارزة اللي هي جون الفاعل، found المين verb اللي هو هذا المين verb، والرنج المفعول به اللي هو object، هي هاي الجملة الرئيسية. مرات تعطينا هيك جمل تقول أريد المين sentences، الجملة الرئيسية، تعطي جملتين، واحدة عبارة عن adverb وواحدة عبارة عن جملة رئيسية. والadverb الجملة هي تحتوي أيضا على فعل، وتحتوي على ظرف حال، وتحتوي على مفعول به. شوف هاي الذروم مفعول به searching verb، بس هذا مو الفعل الرئيسي، هذا الفعل الموجود بالادفيرب،
اللي هو قبل الفارز. مثلا ها الجملة جابتها بالشهري: although so grafton and إلى مور ليوناردو. هاي شخصيتين، واحد اسمه سو جرافتون، واحد اسمه المور ليوناردو. اش كتبوا؟ روت مايستر نوفلز، كتبوا نوفلز روايات اش اسمه غامضة، ماسترز. بات هاي عندك هنا مثل ما قلت لك، اذا عندك هنا فارزة يعني ها شنو كليتها؟ كليتها ادفيرب، كليتها شنية adverb، يعني هاي مو جملة رئيسية. وين الجملة الرئيسية اللي هي but their style are؟ الار هذا المين verb، المين verb. يا راح تقول ايش طلعي لي المين verb، راح تقولي لها الار. مو تجيني هنا انا تكتبي لها الروت غلط، انت ما شفتي فارزة هنا قبل الجملة الصغيرة؟ يعني هاي كليتها adverb، هذا كليتها adverb. اي but their style، النموذج مالهم are هو quite different، جدا مختلف يعني مميز. شو تريد مطالب هنا؟ تقول لك underline the main clause، يعني تريد الجملة الرئيسية اللي بيها الفعل الرئيسية، شنو الجملة الرئيسية بيها فعل رئيسية، and give verb category، يعني تعطينا مال الفعل الكاتيجوري المات الصفات اللي هو هذا الار الكاتيجوري. شنو الصفات مالته؟ اول شيء هسه نعرف شنو الورا الار، هل الورا الار مفعول به ام سبجكت كومبلمنت مكمل للفاعل؟ هل راح نعرف الار، هل هو ستيتيف ان دايناميك؟ اول شيء هذا ستيتيف، لان الار اذا ما جاء وراء اي ان جي معناتها هذا ستيتيف، فمن تريد الكاتيجوري تعطيها ستيتيف راح نعرف. هسه هاي قلنا من كليتها ادفيرب، نجي هنا نفسخ الجمله الرئيسيه نحط جواها اندرلاين، تقول لك حطي لي اندرلاين جوا المين كلاوز، من ورا الفارزه تجين كلها هاي تحطين عليها اندرلاين الى هنا الى الكوايت ديفرنت. نجي هسه نفسرها نعرف معناتها. their style هو يعني الفاعل السبجكت، يعني شنو مالتهم النموذج. ار هو المين فيرب، تكتبين عليه المين فيرب، مين فيرب الفعل الرئيسي. وشنو جاي ورا الفعل الرئيسي؟ quite different. quite different شنو هو؟ هو المختلف، هو النموذج مختلف، راجع للنموذج للذير ستايل. اذا هذا شنو هو؟ هذا سبجكت كومبلمنت، هي هاي العناصر مال السنتنسز اللي تركز عليه، هذا سبجكت كومبلمنت. شلون عرفتي كومبلمنت؟ لان له علاقه بالفاعل اللي هو، لازم تطلعين الفاعل عم تعرفين العلاقه ورا الفعل شنو بالفاعل، لان their style مالهم النموذج او ستايلهم، بمعنى ستايلهم شبيه هو different مختلف، اذا هاي سبجكت كومبلمنت. اجتي وراء الار، اذا الار هسه اذا ترجعين عن جدول مال كاتيجوري تقول لك يا اما الفيرب يا اما ستيتيف يا اما دايناميك، هي هاي الكاتيجوري اوف فيرب، راح تقولي لها هذا ستيتيف. مثل ما قلت لك الار اذا ما جتي وراء كلمه بهاي ان جي يعني هذا ستيتيف، يعني مجرد جمله خبريه. وراح تقولين انتنسيف مكثفه، ليش مكثفه؟ لأن يقول لك إذا يجي ورا الفعل آر مثلاً يجي subject complement اللي مكمل للفاعل، راح يكون النوع ماله intensive مكثف. شنو مكثف؟ يعني ينطي معنى مرتين، يعني هو their style هم وبعدين قال different مختلف quite different، معناتها شنو انطيتي معنى اثنين، يعني صار عندنا تكثيف. فآر هنا الكاتيجوري مالته هو مكثف، هو stative. وبعد شنو هو؟ خلني نجي والار هنا ان ترانزيتيف، يعني غير متعدي الى مفعول به، لان ما عندنا هنا مفعول به ورا سبجكت كوم. هاي الكاتيجوري اول شيء راح تقولين انتنسيف مكثف، وبعدين تقولين ان ترانزيتيف غير متعدي لان جاء ورا مكمل للفعل ما جاء مفعول به، وراح تقولين ستيتيف. فهاي سوينا المطالب، سوينا اندرلاين على المين كلاوز، وانطينا الفيرب كاتيجوري. هي هاي الحل مركزة عليه، يمكن انت هي هذا element of sentences. ناخذ جملة اخرى اللي هي made the chairman،
جعلوه رئيسا every year كل سنة. هذا البراكتس من هنا إلى هنا، هذا كليته شنو حاطلك أي يعني؟ هذا كله adverb. شوف هاي فارزة، هي هنا هاي تركز من هنا نجيب هاي فارزة، يعني هذا كلها adverb، يعني هاي مو المين كلاوز. المين كلاوز وينها؟ هي هالأشياء الصغيرة اللي هنا البسيطة. تشوفون الجملة صعبة تنثورين وتخافين، إنما هو هذا هي فاعل was فعل رئيسي و very busy صفة. نانا أيضا الوز مو ترانزيتيف، أنا ترانزيتيف غير متعدي، لأن ما عندي هنا مفعول به. very busy، busy مشغول يعني صفة، و very من شفتي very قبلها يعني صفة، وهنا أنا الوز يعني همات ستيتيف، وهنا عندنا الهي سبجكت، وهذا صفة. من هو هو البازي؟ راجعة المن للهي. أيضا هاي سبجكت كومبليمنت، لأن هو المشغول هو هي نفس المشغول نفس الآر تقريبا، وهذا كله تأدفيرب. هم تقولش حطي لي underline the main clause، هاي main clause، وإذا جابت غير أنت هم شي فهمتيها. هو الادفيرب هم راح تلقين بي everywhere اللي هي ادفيرب داخل الادفيرب نفسه، وراح تلقين object complement، وراح تلقين verb، بس هذا مو الرئيسي الverb اللي هو اللي يسموه الادفيرب. وعندنا هنا وشغلة أخرى يقولش الفاينات والنان فاينات، مرات يكون الverb مالهن consist of one word، مرات تجي كلمة واحدة تكون كفعل مثل was هذا فعل واحد، ومرات يكون consist of two، consist يتضمن of two يعني بفعلين مثلا الهيد فيرب هو ياهو واحد من الفعلين. دائما الهيد فيرب يكون preceded يسبق ب one or more auxiliary، مثلا إهاية. وين المين فيرب؟ هي كليتها فيرب فريز يعني جملة فعلية متكونة من الأوكزولاري ومتكونة من المين فيرب. المين فيرب انت دائما تقولش طلعي لي المين فيرب، مو تخلين جوا الهاد جوا الأوكزولاري، لا، هو من اسمه فعل مساعد، يساعد من يساعد الفعل الرئيسي اللي هو given. فيقولش دائما الهيد فيرب، الهيد فيرب الفعل الرئيسي اللي هو given اللي هو be growing اللي هو growing هو شو اسمه هذا preceded يسبق ب one or more، يا اما فعل واحد auxiliary او فعلين auxiliary، مثلا هاي may auxiliary و be auxiliary، هاي فعلين auxiliary، يلا يجي لي growing اللي هو المين verb، وعندنا هاد auxiliary واحد و given. وعندنا هي هاد بين تشالنج، هذا المين فيرب، المين فيرب هذا الفعل الرئيسي. احنا مو بس عندنا مين سنتنسز يعني جملة رئيسية، كذلك عندنا فعل رئيسي. مرات تقولش طلعي لي الفعل الرئيسي، دائما عندها هيك جمل تقولش اريد المين فيرب، وعندها طلبات تقولش المين كلاوز يعني العبارة الرئيسية أو المين سنتنسز، مثل ذيك الساعة شرحت لك. هنا أنا تريد المين فيرب، هنا أنا أوكزيلاري، أوكزيلاريين، يلا يجي المين فيرب اللي هو تشالنج.